فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لو أنه قطع عضوا من الجهة اليسرى، مثلا قطع اليد اليسرى ثم رضي المجني عليه أن تقطع اليمنى من القاتل، فهل يجوز ذلك؟ لا، ما يجوز. نعم، ما يقطع إلا العضو بالعضو، السن بالسن، العين بالعين، الأنف بالأنف، ما يتجاوز هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.